ننتقل بكم إلى وزارة الاتصال الحكومي، حيث تعقد هناك إجازة صحفيا عن إدراج موقع أم الجمال على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. تنموي في كافة الإنجازات ومطلع على كل ما يحصل وما يحدث، والتزاما من دور وزارة الاتصال الحكومي بأن نضع المسؤول أمام الإعلام لكي يقدم لهم الأسئلة الإجابات على الأسئلة المشروعة والمتاحة والممكنة، وأيضا التعامل مع أي طرح أو أي سؤال أو أي نقد كان. أرحب بمعالي وزير السياحة الأستاذ مكرم القيسي، أرحب أيضا بأمين عام هيئة تنشيط السياحة الأستاذ عبد الرزاق عربيات، أمين عام وزارة السياحة، مدير عام الآثار دكتور فادي، دكتور عماد حجازين، أيضا شكرا لوجودكم معنا، بصحب معالي الوزير، زملائنا الإعلاميين. مرة ثانية أدعوكم للاستماع والإنصات لكيف وصلت أم الجمال للاعتمادية وأن تصبح جزء من قائمة المواقع التراثية العالمية على في منظمة اليونسكو والتي أعلنت مؤخرا. نقدم الشكر ونقدم التقدير لكافة العاملين بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وإدارة الآثار العامة والعاملين أهل المنطقة في الموقع هناك، كما فعل معالي الوزير أمام المجلس اليونسكو والتحدث بشكره إلى رئيس البلدية وأهل المنطقة مرة أخرى، أيضا من خلاله نوجه لهم الشكر. تفضل معالي الوزير للحديث حول هذه المسألة، كيف تم ترتيب الملف، كيف وصلنا إلى هذا الإنجاز، وما هي الطريق التي أدت بنا إلى ذلك الإنجاز، وما هي الخطة لما بعد. تفضل. شكرا معالي الدكتور، كرر ترحيب الأخوات والأخوة مندوبي وكالات الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، وكرر أيضا شكري لتواجدكم واهتمامكم. اليوم احنا نتحدث عن إدراج موقع أم جمال على لائحة التراث العالمي. هذا الموقع السابع الذي تم إدراجه على لوائح اليونسكو للتراث العالمي. ما كان يمكن لهذا الإنجاز أن يتم لولا السمعة الطيبة لهذا البلد الطيب والقيادة الهاشمية التي فتحت لنا هذه الأبواب باتزانها واعتدالها وحكمتها. وأيضا أتحدث عن شراكة حقيقية ما بين المؤسسات الوطنية الأردنية، شراكتنا في وزارة السياحة والآثار مع بلدية أم الجمال، والانخراط الشخصي لرئيس البلدية والمجلس البلدي في التحضير لهذا الملف. أيضا هنالك جهد واضح لدائرة الآثار العامة، كل الشكر لمدير دائرة الآثار العامة وفريق دائرة الآثار العامة. اليوم معالي الدكتور، عندما نتحدث الأخوة والأخوات، عندما نتحدث عن إدراج موقع على لوائح التراث العالمي، يعني ذلك انعكاس العالمية على هذا الموقع، ويعني ذلك رفع هذا الموقع إلى مستوى العالمية. وعندما نتحدث عن القيمة الاستثنائية العالمية لأي موقع يتم إدراجه على لوائح التراث العالمي، نتحدث عن قيمة عالمية تتعدى الحدود الوطنية، وهذا ما حدث في أم جمال وما سبقها من مواقع أدرجت على لائحة التراث العالمي. احنا أدرجنا مثل ما بعرف الجميع البتراء وقصير عمرة عام 85، أدرجنا أم الرصاص عام 2004، أدرجنا عام 2011 وادي رم، وأدرجنا عام 2015 المغطس موقع عمال سيدنا المسيح عليه السلام، وأيضا أدرجنا السلط عام 2021، وتم إدراج أم جمال هذا العام 2024. سبعة مواقع مدرجة على لوائح التراث العالمي، خمسة من هذه المواقع أدرجت في عهد جلالة سيدنا الميمون. هذا فيما يتعلق بالتراث المادي. التراث اللامادي وهو أيضا جزء لا يتجزأ من تراثنا، قمنا بإدراج مجموعة من العناصر تسمى العناصر. العنصر الأول تم إدراجه يتعلق بالمساحة الثقافية لأهل وادي رم والبتراء، والعنصر الثاني كان السامر، وهي كما تعلمون نوع من الفن المعروف في كافة البوادي الأردنية، ونفتخر ونعتز بهذا الفن. وأيضا تم إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي
اللامادي الثقافي اللامادي عام 2022. فيما يتعلق بالمنسف، يعتقد البعض بأن المنسف عبارة عن طبق للطعام فقط. المنسف يعبر عن كرم الأردني، يعبر عن جود الأردني، يعبر عن تشاركية في الأكل من نفس الطبق، يعبر عن ثقافة الأردني. المنسف بالنسبة لنا في الأردن هو طبق عليه إجماع من شرق الأردن إلى غرب الأردن إلى شمال الأردن إلى جنوب الأردن إلى وسط الأردن. ربما المنسف يكون جزء من المطبخ العربي في بعض الدول العربية، إلا أنه الأساس في المطبخ الأردني. الإنجاز في إدراج المنسف أيضا، أنا بحب أعرج على المنسف شوي، لأنه بالنسبة لنا هو عبارة عن هوية للأردنيين. المنسف بالنسبة لنا عندما تم إدراجه كان إثباتاً على ملكية الأردني الحصرية وحقه في هذا الطبق. تحدثنا عن أم جمال. أم جمال اليوم هي مدينة نبطية بالأصل، ومرت عليها حضارات كثيرة. الرومان مروا على أم جمال وتركوا بعض الأثر، البيزنطيين مروا على أم جمال وتركوا بعض الأثر، ثم أتى أرستقراطيو العرب الأمويين وتركوا أيضا أثر. هنالك نقوش في أم جمال لا يوجد لها مثيل في التاريخ، هنالك نقوش نبطية في أم جمال، هنالك نقوش صفائية في أم جمال، هنالك نقوش لاتينية في أم جمال، وهنالك أيضا نقوش عربية. هذا يثبت بأنها مهد للحضارات. نتحدث اليوم أخواتي وأخواني عن سردية المكان، نتحدث عن السردية الوطنية الأردنية. وعندما نتحدث عن السردية الوطنية الأردنية، أنا جلست مع مجموعة من الآثاريين قبل فترة، منهم الدكتور زيدان كفافي، مجموعة منتقاة من الآثاريين والعلماء في الآثار، وتحدثوا عن تقريبا 1.5 مليون سنة من تاريخ هذا البلد، ونتحدث عن إثبات علمي وآثاري لهذه المدد الزمنية التي تحدثت عنها. العصر الحجري القديم، ونتحدث عن أول رغيف خبز تم إنتاجه في المملكة الأردنية الهاشمية على هذه الأرض الطاهرة المقدسة قبل 14,000 عام، وهذا مثبت أيضا علميا وآثاريا. ونتحدث عن أهم أشكال الفن الإنساني العريق، حجر عين غزال، تمثال عين غزال، وهذا التمثال له خاصية بأنه أكبر تمثال آدمي وجد على هذه الأرض قبل 9,000 عام مثل ما أسلفت. أهم شيء، ربما تفاصيل بسيطة للأردنيين جميعا ليعرفوا ليعلموا أن هذه البلد هي مهد الحضارات، وأن هذه البلد هي حارسة التاريخ، وأن هذه البلد هي مملكة الزمن. كحل العين اللي موجود في هذا التمثال عاش لمدة 9,000 عام، لأن المادة التي توجد في كحل العين استنبطت من البحر الميت وطين البحر الميت، واحتاجت إلى 900 درجة مئوية لصناعتها. فبالتالي كان الإنسان الأردني العماني قبل 9,000 عام قادر على صناعة هذا النوع من الفن الإنساني. ونستمر في السردية الأردنية الوطنية، نتحدث عن مواقعنا. نحن نعلم بأن هنالك فرادة في المنتجات السياحية في العالم، هنالك 890 موقع أدرجت على لوائح اليونسكو على مستوى العالم كله، في منتجات فريدة في العالم. ونحن نعلم بأننا لسنا الوحيدين الذين لدينا فرادة في المنتج، لكن في بعض الجزئيات في المنتج الأردني هي فريدة في العالم ولا يوجد مثلها. مثال ذلك، عندما نتحدث عن الأردن كمكان ميلاد للدين المسيحي، نتحدث عن موقع عماد السيد المسيح. هنالك موقع واحد تعمد فيه السيد المسيح عليه السلام، وهو المغطس، وأدرج على لوائح التراث العالمي 2015. عندما نتحدث عن
الحضارة العربية النبطية نتحدث عن الفترة، هنالك امتدادات للفترة في الشمال وفي الجنوب وربما في الغرب أيضا. الفترة بالنسبة لنا ليست عبارة عن معمار، كلنا فخورون بالمعمار الموجود في الفترة، بالخزنة، بالمواقع الأخرى، المحكمة، المدرج، لكن الفترة نفسها كموقع مدرج على أحد التراث العالمي مساحتها 264 كيلو متر مربع، فيها 3200 موقع أثري مدرجة في دائرة الآثار العامة على لوائحنا الوطنية. الفترة بالنسبة لنا هي عبارة عن حضارة متكاملة العناصر، فيها فن، فيها ثقافة، فيها موسيقى، فيها سكل العملة، وهي أقدم عملة عربية سكت في تاريخ العرب في الفترة، وفيها أيضا ملوك وملكات، ملوك تركوا آثار وبصمات في التاريخ العربي والتاريخ الأردني، منهم الملك الحارث الرابع الذي وصل إلى دمشق واحتل دمشق لفترة من الزمن، غزة والتي اليوم تقع تحت العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا وأشقائنا وشقيقاتنا في غزة. غزة كانت الميناء الذي يخدم هذه المملكة، أم الجمال كانت جزء من هذه الحواضر امتداد للمملكة العربية النبطية في الفترة، أم الرصاص أدرجت على لوائح التراث العالمي 2004 أيضا جزء من هذه الحضارة العربية النبطية العريقة، وهنالك امتدادات أيضا في جنوب الأردن وامتدادات في صحراء سيناء. لماذا هذا السرد؟ يجب أن نفخر نحن الأردنيين، ومن خلالكم ومن خلال وسائل الإعلام أنا دائما أسأل، وحق الناس أن تسأل، ما هو عدد الزوار الذين يأتون إلى المملكة من الخارج، وما هو عدد السياح الذين يأتون إلى المملكة من الخارج؟ وهذا طبعا جزء رئيس من الاقتصاد الكلي الأردني، 14.6% من الاقتصاد الكلي يتم إنتاجه من قطاع السياحة. لكن بالنسبة لنا اليوم رسالتنا أن يعرف الأردنيين والأردنيات بأن هنالك مواقع أثرية تاريخية في المملكة الأردنية الهاشمية. بناء على ذلك قمنا بإنتاج برنامج اسميناه أردن جنة. هذا البرنامج أثبت نجاحته ونجاعته، نجاحه ونجاعته. هذا البرنامج في عام 2023 العام الماضي بنفس الفترة النصف الأول من العام كان عدد المشاركين في هذا البرنامج تقريبا 85,000، اليوم نتحدث عن 193,000 أردني وأردنية شاركوا في هذا البرنامج. فبالتالي دعوتي مرة أخرى لكافة الزملاء والزميلات من الوسط الصحفي أن يزوروا هذه المواقع. إحنا اليوم الإدراج هو الخطوة الأولى، سيتبع خطوات لتنمية هذا الموقع ورفعه أيضا إلى مستوى العالمية. مركز الزوار تم رصد مبلغ لإعادة تأهيله، والمرافق الصحية المرافقة أو المصاحبة لهذا الموقع، بوابة ضخمة سيتم إنشائها على مدخل أم جمال بالتعاون مع رئيس البلدية والمجلس البلدي، تم رصد مبلغ لإنشاء هذه البوابة، تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم ما بين وزارة السياحة والآثار وما بين بلدية أم جمال قبل حوالي شهر تحضيراً لهذا الإدراج. أيضاً دائرة الآثار العامة ستقوم برسم مسارات داخل الموقع من نقطة واحد إلى نقطة خلينا نقول 7 أو 8 أو 10 حسب اهتمام الزائر وحسب اهتمام السائح لزيارة هذه المعالم الرئيسة الموجودة في أم جمال. أيضاً من ناحية العامل البشري وهو رأس مالنا في الأردن سيتم تدريب كمرحلة أولى 10 أدلاء سياحيين، أدلاء سياحيين متخصصين في الموقع. إحنا عندنا أدلاء سياحيين نسميهم عموميين تحدثوا عن الأردن وعن السردية الأردنية، وعندنا أدلاء سياحيين متخصصين في المواقع سيتم تدريب هؤلاء الأدلاء السياحيين، موجودين أصلاً 5 أو 6 منهم لكن سنزيد الأعداد. ستقوم الوزارة عفواً بتمويل هذا الجهد، ويوم الخميس إن شاء الله سنكون في أم جمال
مع فريق الوزارة، أنا بحكي عن قيادة الوزارة، بتحدث عن عطوفة الأمين العام الموجود معنا اليوم، بتحدث عن عطوفة مدير عام دائرة الآثار العامة ومدير عام هيئة تنشيط السياحة. سنكون كلنا في أم جمال يوم الخميس للمباشرة بتنفيذ البرنامج المرسوم لأم جمال ورفع سوية الخدمات. إحنا دائما عندنا توجيه ملكي سامي برفع سوية الخدمات في المناطق السياحية والأثرية الأردنية، وهذا ما سيكون في أم جمال. سيكون تركيزنا خلال العام لنهاية العام والعام القادم على أم جمال وما نستطيع فعله في أم جمال. أيضا اليوم كان في اجتماع داخلي في وزارة السياحة والأثار، وتحدثنا عن هذا البرنامج لترويج أم جمال، عطوفة مدير عام هيئة تنشيط السياحة وفريقه المحترم سيقومون بزيارات عديدة لأم جمال. سيكون هنالك فيديو وثائقي مدته تقريبا من 25 دقيقة ل 30 دقيقة عن تاريخ أم جمال باللغة العربية واللغة الإنجليزية كبداية، ومن ثم سيتم الترجمة إلى لغات أخرى مثل اللغة الصينية واللغة الإسبانية واللغة الألمانية وإلى آخره. إضافة إلى ذلك سيكون هنالك فيديوهات قصيرة عن أم جمال يتم تسليط الضوء فيها على تاريخ أم جمال وأرث أم جمال وأثار أم جمال وأهل أم جمال، المجتمعات المحلية في أم جمال، واستفادة المجتمعات المحلية من هذا الإدراج. أنا أطلت وبعتذر، لكن بالحديث عن السردية الأردنية، احنا تحدثنا عن الأردن كمملكة للزمن. أنا بنسأل ماذا تعني في مملكة الزمن؟ أنا سردت لك شو بعني مملكة الزمن. أنت بتحكي عن 1.5 مليون سنة مثبت أنه أول أدوات استخدمها الإنسان البشري، العنصر البشري أو العرق البشري وجدت في المملكة الأردنية هاشمية. وتحدثنا عن الحضارات اللي مرت على هذه الأرض الطيبة المباركة، وتوقفنا عند الأمويين ونستمر إلى العصر العباسي، ونستمر إلى ربما ما بين العصر العباسي والعصر العثماني، مماليك تركوا أثار وقصور، أيضا أيوبيين تركوا أثار وقصور، بطل الإسلام وبطل العرب صلاح الدين الأيوبي له أثار في هذه البلد. ونتحدث عن عصر مر على الأردن وهو العصر العثماني، وتركوا مجموعة من القلاع والقصور في الصحراء الأردنية وصولا إلى هذا العصر والذي نطلق عليه العصر الهاشمي. هذا العصر هو الذي بدأ في صيانة الآثار وترميم الآثار، وأيضا بدأ في إعادة بناء بعض المواقع الأثرية. اللي بتطلع على جرش بالثمانينات بيعرف شو منعني. كانت جرش المدينة الأثرية اللي مساحتها حوالي 550 كيلو متر مربع، كانت عبارة عن كوم حجار، خلينا نحكي باللغة العامية. بعد التدخل الدولة الأردنية وبتوجيهات ملكية تم إعادة صياغة منظر جرش وتاريخ جرش. اليوم جرش هي المدينة الأكثر صيانة والأهم من المدن الرومانية خارج حدود إيطاليا اللي بنعرفها اليوم. صحيح. الدرج الروماني اللي بيطلع على صوره بالعشرينات، الهزات الأرضية اللي مرت على الأردن، بعرف إحنا شو عملنا بالمدرج الروماني. المدرج الروماني يا أخواني وأخواتي، أنا استضفت مجموعة من الفنانين وقمنا بإقامة حفلات بالمدرج الروماني. أحد الفنانين العرب بعد أن أدى أداء رائع بالمدرج بيقول لي أنا غنيت على كل المسارح اللي بتخطر على بالك في العالم بالدول الأوروبية وبالدول العربية، لم ينتابني شعور مثل الشعور اللي انتابني وأنا واقف على منصة على مسرح جرش. صحيح. قال لي أنا واقف على المسرح اللي كان فنانين رومان قبل 2000 سنة واقفين على نفس المكان وبيخاطبوا جمهور مختلف. فبالتالي لدينا ما نفخر فيه إكمالاً للسردية الأردنية. اليوم إحنا نتحدث عن الأردن كبوابة للفتح الإسلامي، ولنا الحق في أن نفتخر بأن هذا البلد هو بوابة الفتح الإسلامي. رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام بدأ رسالته السمحة، رسالة السلام، من مكة المكرمة، أسس دولة عظيمة، بداية نواة دولة عظيمة في المدينة المنورة. لكن عندما أرادت الدولة الإسلامية أن تتمدد، تمددت من خلال الأردن. كانت أول معركة فيها أبطال عظام
من التاريخ الإسلامي، سيدنا جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار، قضى على هذه الأرض الطيبة المباركة، سيدنا زيد ابن الحارثة، سيدنا عبد الله ابن أبي رواحة. فبالتالي هؤلاء الأبطال خضبوا بدمائهم الزكية الطاهرة أرض الأردن الطيبة المباركة المقدسة. وعندما نتحدث عن ميلاد دين في الأردن نربط أيضا ببوابة فتح إسلامي لحضارة عربية إسلامية سمحة ومتسامحة وتدعو للسلام وتدعو للمحبة. بدي أوقف هون. أنا لدينا الكثير لنتحدث عنه عندما نتحدث عن الآثار، لدينا الجميع كثير نتحدث عنه عندما نتحدث عن أم جمال، ولدينا كثير لما نتحدث عنه عندما نتحدث عن مواقع التراث العالمي. سنستمر، وهذا وعد من الدولة الأردنية بكافة أركانها وتوجيه ملكي سامي، سنستمر بالتحضير لملفات ليصار إلى إدراجها على لوائح التراث العالمي. اليوم لدينا شراكة حقيقية وقوية مع معالي رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للتحضير لتقديم ملف إدراج المحمية الطبيعية في خليج العقبة للحفاظ على التنوع الحيوي في خليج العقبة وللحفاظ على المرجان الذي لا يوجد في العالم مثله. سيصار إلى تقديم هذا الملف بنهاية هذا العام إن شاء الله. بنمشي بهذه الإجراءات ليصار إلى إدراج ربما الموقع الثامن على لائحة التراث العالمي في نهاية 2026. شكرا سيدي، شكرا على الفرصة وأسف على الإطالة. لا شكرا، بالعكس شكرا إيمانك بأهمية الاتصال والتواصل مع الإعلام معالي الأخ عزيز لهذا الإنجاز المهم. نبدأ بالأسئلة إذا سمحتم، ونأخذ المرة هاي اسمحونا نبدأ من اليمين، دائما من اليسار والوسط. شب تفضل، بس لو سمحتوا سؤال واحد والتعريف بنفسك سريعا. يعطيكم العافية، رغد الدحمس من صحيفة صدى الشعب. معاليك، هل يوجد خطة لتحسين الخدمات في المنطقة بما أنها منطقة سياحية جديدة؟ وبس في عندي تعليق على شيء معين ما رح أطيل عليكم. كما تعلم أن محافظة المفرق تضم أكثر من 10 مواقع أثرية وتضم حوالي 40,000 نقش أثري، فهل هناك خطة لعمل ترويج السياحة في المنطقة في المفرق أو تنظيم وترميم هذه المناطق؟ شكرا جزيلا. شاب بجنب. السؤال الأول عن الخدمات، مش هيك؟ خدمات في المكان في الموقع، لأنه كثير ناس صحيح بيسألوا هذا، بنروح على قلعة القطراني على المفرق على أبصر إيش، فيش لو بلا ولا طفل صغير بده يغسل ما فيش حمام نظيف. صحيح، تفضل. السلام عليكم، سامي القاضي، صحيفة صدى الشعب. بادي أبد إن إدراج موقع أم الجمال كموقع سابع في المنطقة على لائحة التراث العالمي يعد هو نموذجا للإنجاز والتعاون ما بين المؤسسات المتمثلة بوزارة السياحة والآثار وبدائرة الآثار العامة، وكذلك لا ننسى بلدية أم الجمال. فلذلك نحن كصحيفة صدى الشعب ومن واجبنا في عكس مرآة الواقع وعكسها نمتلك طائرتي درون، وسنقوم من خلال ذلك بتصوير هذه المنطقة ونشرها إن شاء الله من خلال موقعنا الإلكتروني، وسواء كان بالصور أو بالفيديو. كما تعلم عليكم فأنا صحيفة صدى الشعب تمتلك 4 طائرات درون، وهذه الطائرات سنطلقها جميعا في محافظة المفرق في سماء الواحة السوداء كما يطلق على مدينة أو موقع أم الجمال. ومن خلال ذلك نطلب من معاليكم تسهيل الإجراءات للقيام بتصاريح التصوير. هذا الإنجاز تمام. وشكرا لكم. شكرا للسام. وين؟ طيب ما هي احنا قلنا على اليمين، تفضلي كملي على اليمين. الوسط من جهه هلستي. رهف دياب من التاج الإخباري. بعد وصول مجمال إلى العالمية، هل سيكون هناك حملات إعلانية أو فعاليات مترقبة لجذب السياح والمستثمرين إلى الموقع؟ كمان صحيح، هل يعني في موسم الشتاء الجو بيكون ربما ألطف أو في الخريف في إشي ولا لا؟ تفضلي ست. أنا عطول أخذت الدار. أول إشي يعني مبارك لنا جميعا هذا الإنجاز، ويعني جهود رائعة ومثمرة من معاليكم سواء من وزارة السياحة والآثار أو من بلدية أم الجمال بهذا الإنجاز العظيم. لو سمحتوا رجاء نسمع زميلتكم. سؤالي، أين تكمن أهمية إدراج أم الجمال سريع على لائحة التراث العالمي؟ وما هي الآثار الإيجابية للسياحة لقطاع السياحة في الأردن؟ تمام، شكرا. أنا دائما لازم أزيد يعني هيك. شكرا جزيلا. تفضل. أبدا.
يعطيكم العافية جميعاً. ليندا المعايا من وكالة الأنباء الفرنسية FP. معاليك، ما هو تأثير قرار إدراج اليونسكو أم الجمال على لائحة التراث العالمي على السياحة في الأردن؟ وإذا ممكن تعطينا عدد الزوار اللي زاروا الأردن العام الماضي والعام الحالي، وقديه بلغت الإيرادات؟ تحياتي. شكراً. يعطيك العافية. معليك إنجاز واضح، والله يعطيك العافية على هذا العمل لإدراج الموقع على التراث العالمي. لكن السؤال اليوم، مع توتر الأوضاع السياسية وانخفاض نسبة عدد السياح للأردن، كيف ستعملون على زيادة الزيارات إلى المواقع الأثرية في الأردن ونصيب أم الإجمال في هذه الخطة؟ معليك بدأتني بالفرصة وأسألك، ما هو سبب قرار اللي صدر قبل قليل عن الأسباب التي دفعت الحكومة العودة عن قرار عمل موظفي القطاع العام العمل خارج أوقات الدوام، وما هي إلي السؤال؟ نعم حاضر، شكرا. أي وسيلة تعلم؟ رؤية. رؤية سامة فليف القناة رؤية. حاضر تكرم. أستاذ حسن دائما التالي الغالي، تفضل. يعطيكم العافية. محمد شاهين، موقع صفق الإخباري. مبارك لنا جميعا هذا الإنجاز الأردني أول شيء. ثاني شيء، ذكرت معليك في حديثك، أنا عشمالك سيدي، ذكرت معليك في حديثك أنه تم رصد مبلغ معين لإعادة تأهيل بوابة أم جمال وإعادة تأهيل مركز الزوار، كم بلغ هذا المبلغ؟ والسؤال الثاني، هل سيتم التواصل مع شركات الطيران الأردنية لتخفيض أسعار التكتات إلى الأردن لتنشيط السياحة لمنطقة أم الجمال؟ ويعطيكم العافية. تمام. أستاذ خالد. يعطيكم العافية. أستاذ خالد. خالد. أستاذ خالد. شكرا فندم. خالد العيساوي، مدير مكتب وكالة الأنباء المصرية بالأردن. مبروك، مبارك على هذا الإنجاز. هو إنجاز عربي في المقام الأول قبل ما نكون أردني طبعا، لأن إحنا كلنا يعني بيعتبر إنجاز العلامة الأمة العربية كلها. والسؤال يا فندم هو إنه مدينة أم الجمال بتعد من المدن اللي هي إلى حد كبير حدودية، وفيها أيضا مخيمات موجودة من بعض اللاجئين. هل هناك خطة لتأمين هذه المنطقة ضد المخاطر، سواء المخاطر من اللاجئين أو المخاطر الأمنية؟ والسؤال الثاني يا فندم، حضرتك أشرت برضو إلى إنه هناك يعني ملفات عدة لدى الأردن لتقدمها إلى منظمة اليونسكو لإدراج عدد من المدن، وأشرت إلى منطقة العقب. هل الآثار اللي موجودة في أم الجمال حاليا وأكثر حاجة فيها هي كنائس، هل ممكن أن تكون هذه المدينة تعد من الزيارات أو من السياحة الدينية في المقام الأول؟ وشكرا يا فندم. شكرا. نرجع للأستاذة، تفضلي. معك أماني حيدر من الواقع الإخباري. أهلاً أستاذ أماني. أهلاً فيك. ما هي المعايير اللي استندت عليها اليونسكو لإدراج موقع أم الجمال على قائمتها؟ وشو هي القيمة العالمية الاستثنائية اللي بيتميز فيها هذا الموقع؟ شكراً. سؤال مهم. شكراً جزيلاً. أستاذ ربيع. يعطيكم العافية. معليك جهود جبارة يعني، ويعطيكم العافية على هذا الإنجاز. لكن اليوم كان في تركيز في الفترة الماضية على موضوع، خلينا نحكي على البحث عن مصادر جديدة للسياحة الأردنية، كنت متوجهين لأفريقيا أو لشرق آسيا تحديدا. هذا الملف وين وصلتوا فيه؟ شكرا جزيلا. طيب هون إيش؟ تفضل. مساء الخير. هلا. أول شيء مبارك للأردن أنه زاد الإرث التاريخي عندنا المسجل في اليونسكو. على السؤال اللي بوجهه للحكومة ولكل الغيورين على السياحة، ماذا أعددنا أو سنعد لاستثمار هذا الموروث الحضاري في الأردن؟ أحسن. شكرا. شكرا أستاذ. أعطي الشاب هون. مرحبا، يعطيكم العافية. بدران محمد، مجموعة ديكابوليس العالمية. ها؟ ديكابوليس. تفضل. إن شاء الله أنه حيكون في اندماج مع العالم الرقمي التطور التكنولوجي القائم حاليا مع المواقع السياحية، واندماجها مع اليونسكو، تسجيلها باليونسكو لأثر على المواقع على زيادة السياحة بالأردن. وشو الأفكار اللي عندكم، أو نقدر نحكي الخطط الاستراتيجية، أنه نحط استخدام العالم الرقمي كانتشار أوسع كتير بهذه المناطق السياحية؟ شكرا لك، سؤال كثير مهم. كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي والشيء الرقمي في هذا التسويق كله؟ أستاذ سامي تفضل.
استاذ سامي الحربي، بعدين اخر هو مسك استاذ حسن السفيرة. الله يعطيك العافيه معليك. احنا نتحدث اليوم عن يعني بدنا نغتنم فرصه الحماسه هاي ونسال يعني ماذا يعني راحين تعدوا حتى نلتقط هذه اللحظه التاريخيه بعد هذه الانجازات. يعني احنا نحكي عن 7 مواقع، يعني مش عدد ضخم يعني بالنسبه للاردن لحجم الاردن. هذا 1. 2، المجتمعات المحليه القائمه هناك كيف ستعملون على اعاده انتاجها بالطريقه المطلوبه، خصوصا انه في كثير طلاب جامعات هناك متخرجين اثار وسياحه وهذا. ثالثا بس عن التراث الغير المادي، ماذا حصل بملف زيتونه المهراس اللي انتم تحاولوا تقدموها لليونسكو؟ شكرا لك. شكرا. استاذ حسن تفضل. الله يمسيكم بالخير. اهلين. أول شيء اسمي حسن صفيرة، رئيس تحرير الشريط الإخباري. معليك يعني شيء جميل، شيء جميل. الشباب نسمع بعض لو سمحت. اللي بنسمعه حقيقة. يا شيء جميل. دقيقة حسن بيك. شباب. تفضل أستاذ حسن. شيء جميل اللي بنسمعه في موضوع مجمال، وهذا كله يضاف تراكمي للأماكن السياحية في الأردن. وهي بالنتيجة مردودها إيجابي على البلد. وتابعنا زيارة معاليك في الزرقاء، وأتمنى أيضا أنكم تولوا قصر شبيب عنايتكم. السؤال اللي بيطرح نفسه معاليك، قبل أيام طلع علينا الأخ فارس بريزات يقول معالي الدكتور يا معالي الأخ فارس بريزات بصرح في إغلاق 28 فندق في منطقة البتراء واللي هي تعتبر من عجائب الدنيا. فماذا تعمل في وزارة السياحة في هذا الجانب؟ وهل هنالك خطة للحفاظ على الموروث الأثري في الأردن وتنشيط السياحة فيه؟ خصوصا أنه السياحة الخارجية كل مالها قاعدة بتنقص بظل الأوضاع الراهنة. شكرا والله يعطيكم العافية. شكرا أستاذ حسن سفيرة. معالي الوزير تفضل. استاذ حنيفة تفضل. مساء الخير. صوتي مساء الخير سلمان الحنيفات. بدي اسال اي جهه لو سمحت؟ الشاهين الاخباري، موقع الشاهين الاخباري. الله يعطيك العافيه سيدي. هسه مبارك للاردن وشكرا لجهودك ولجهود وزاره السياحه. متى سيتم استقبال رحلات اردننا جنه في منطقه ام جمال؟ هي جاهزه يعني؟ فقط. شكرا سيدي. طيب تفضل معالي الدكتور استاذ مكر. ابدا سيدي. شرف. معلش ارتب. احنا في بعض اسئله وردتنا على الواتس بس نستثني، ارجو انه احنا نركز على ام الجمال مع اهميه كل الاسئله اللي طرحتوها. سيدي احنا راح نجاوب الاسئله كلها ان شاء الله باذن الله. اختي اللي تحدثتي عن الخدمات من صدى الشعب، و انا بدات حديثي بتطوير الخدمات. اليوم احنا عندنا مشكلتين بالمواقع السياحيه والاثريه. المشكله الاولى هي المرافق الصحيه، وربما كان هنالك استحياء لان يتم ذكر هذا الموضوع دائما بوسائل الاعلام، وكان ربما هنالك استحياء بان يصار الى عقد اجتماعات في وزاره السياحه والاثار والمعنيين لرفع سوية الخدمات الصحية. بحب أكد لك أنه أول موقع بفوته أنا عندما أزور أحد مواقعنا الأثرية أو السياحية هو المرافق الصحية. أول شيء بشوفه. اليوم إذا نتحدث عن شراكة ما بين القطاع العام والخاص، هنالك شركة تتقدم بعطاء، قيمة العطاء حوالي 1,000,000 دينار بالسنة، مسؤولة عن نظافة هذه المرافق الصحية في مواقعنا السياحية والأثرية. اليوم واصلين 42 موقع، كل سنة منزيد عليهم نرفع الميزانية. فبالتالي أنا معك تماما، هاي المشكلة الأولى. المشكلة الثانية عدم نظافة ما حول المواقع. الموقع نفسه نظافته هي مسؤولية وزارة السياحة والأثار ومثل وزارة الأثار العامة، وهنالك جهد حقيقي من دائرة الأثار العامة للحفاظ على نظافة مواقعنا الأثرية والسياحية.
لكن إذا بتطلع من الموقع الأثري بتشوف ربما مناظر غير لا تسر الناظرين فيما يتعلق ببعض القاذورات اللي بنشوفها خارج مواقعنا الأثري. هذه مسؤولية مشتركة، مسؤولية وطنية، مسؤولية بلديات. فبالتالي أنا بتفق تماماً وبضايقني لما أفوت أنا على أحد القرى وأشوف أنه ربما شوارعها وأطراف الشوارع غير نظيفة. لكن مواقع سياحية والأثرية اليوم، أنا بدعوكم أنتوا اليوم إعلام وإعلام مسؤول، بدعوكم لزيارة المواقع، لا تخبرونا، قولوا إحنا رايحين بكرة بدنا نروح نزور موقع أم جمال، احكموا على نظافة موقع أم جمال، اطلعوا جبل قلعة شوفوا جبل قلعة كيف شكلها. جرش اليوم عندي مهرجان أنا، فربما لا تكون يعني مثالاً لأنه في عدد كبير من الناس والناس جملة حكي تنظف. روحوا على مادبة وسط مدينة، أيضاً البلدية تشتغل شغل ممتاز، لكن مواقعنا الأثرية الموجودة في مادبة مكاور وجبل نيبو، وإذا بنمتد لذيبان ومنروح على تل ذيبان بتشوف مواقع نظيفة. طبعاً تطوير الخدمات مهم، أم جمال تحديداً أنا بدأت حديثي بتطوير مركز زوار. خليني أجاوب سؤال أخوي، ما هي المبالغ التي تم رصدها؟ تم رصد مبلغ 200,000 دينار لمركز زوار، وتم رصد مبلغ 180,000 دينار لبوابة أم جمال، ساهمنا ب 100,000 والبلدية ساهمت ب 80,000. ربما جاوبت سؤالين في مرة واحدة. فيما يتعلق بأخوي من صدى الشعب أيضا، تحدثت عن الطائرات، إحنا يوم الخميس موجودين معنا درونز تبعنا، ومثل ما أنت بتطلب تصريح من الجهات المعنية إحنا طلبنا تصريح من الجهات المعنية. يوم الخميس بنصور وربما نرتب معك في مرة أخرى بتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات موجود، بنسقوا معك وبعطوك بسهلوا لك إجراءاتك، وبنتمنى إنه ربما نتشارك إحنا وياك في ما هي الرسالة التي ستبث بعد التصوير. الثانية جلب المستثمرين. أنا اليوم تحدثت عن اجتماع داخلي بالوزارة، وغدا سأتشرف بزيارة من معالي وزيرة الاستثمار، بتشرفني في مكتبي مع فريق وزارة الاستثمار المحترم، سأكون موجود في الاجتماع، وفريق الوزارة أيضا المحترم سيصار إلى إقامة فعالية كبيرة في أم جمال، بدنا نرتب لها يعني من هون لثلاث أسابيع إلى شهر، عشاء كبير في أم جمال، ستتم دعوة المستثمرين الأردنيين وتعريف المستثمرين الأردنيين بأم جمال، ستتم دعوة مدراء الفنادق في المملكة الأردنية الهاشمية، وأتحدث عن ربما فنادق الأربع نجوم والخمس نجوم وربما ثلاث نجوم المهتم، وجمعيات المعنية في الشأن السياحي، جمعية الفنادق، جمعية المطاعم، جمعية أدلاء السياحيين، جمعية النقل السياحي المتخصص، وجمعية الحرف اليدوية، وأيضا جمعيات ربما السياحة الوافدة. وأيضا سيتم دعوة مجموعة من السفراء العرب والأجانب، وطبعا فيما يتعلق بوجهاء أم جمال سيترك الموضوع لسعادة رئيس البلدية ليقرر من سيدعو على هذا الحفل. سيصار أيضا إلى إقامة فعاليات فنية في أم جمال، السامر حكينا عنه قبل شوي، اليوم فريق هيئة تنشيط السياحة عم بحضر برنامج محترم، ومنختار بالفرق اللي بدها تكون موجودة، سيتم التنسيق أيضا مع جمعيات المحلية في أم جمال، جمعية سيدات أم جمال، حرف اليدوي في أم جمال، لعرض منتجاتهم أثناء هذا العشاء. جزء من البرنامج سنطلب من الضيوف أن يصلوا ربما قبل بساعة من العشاء، نعمل لهم جولة في الموقع. بدي أرجع وأقول شغلة ثانية، خليني أجاوب سؤالك وسؤال البترا بنفس السياق، واللي تفضل فيه أخوي عن تصريحات معالي الدكتور فارس بريزات. اليوم البترا تأن وتعاني، نعم البترا تأن لأن زوارها 87% من زوارها يأتون من الغرب. بدي أجاوب هيك الأسئلة كلها بحزمة واحدة، وإذا نسيت إشي ذكروني. البترا زوارها 87% من الغرب. بعد
بدء العدوان الإسرائيلي السافر والمستمر على أهلنا في قطاع غزة، كانت أرقامنا في بداية 2023 ولبداية العدوان لم يسبق تاريخ السياحة الأردنية، لم يسبق أن تحصلنا على هذه الأرقام في تاريخ السياحة. جواب على سؤال أختي، في تأثير 2023 احنا استقبلنا 6.2 مليون زائر، الدخل السياحي كان 7.2-3 مليار دولار، خفضت الأعداد بعد بدء العدوان، عانينا في الربع الأخير من عام 2023، بدأت السياحة في التعافي في بداية عام 2024. اليوم حسب أرقام البنك المركزي نحن أقل 4.9% عن ما تحصلنا عليه في النصف الأول من عام 2024 بمقارنة بعام 2023، ونحن أقل 7.9% بعدد الزوار بالمقارنة مع عام 2023، لكننا لازلنا 25% أكثر من عام 2019، وهي سنة القياس على مستوى العالمي فيما يتعلق بالسياحة واستقبال السياح على مستوى العالم وكل مناطق العالم وأقاليم العالم، ولازلنا 11% في ما يتعلق بعدد الزوار. فالدخل السياحي لازلنا 25% أكثر، وعدد الزوار لازلنا 11% أكثر. نعم، ربما دكتور فارس بريزات بعرف عن وضع البتراء واقتصاد البتراء ومعاناة البتراء أكثر منا كلنا، وحقه أن يتحدث عن ما يحدث في البتراء، لكن بنفس الوقت اللي تحدثنا فيه عن إغلاق مجموعة من الفنادق ربما وصل عددها إلى 20 أو 23، اليوم هنالك 1400 غرفة في البتراء تحت الإنشاء، 1400 غرفة في البتراء تحت الإنشاء وفئة 5 نجوم. أنا زرت البتراء قبل حوالي أسبوعين، وأقمنا أيضاً فعالية كبيرة دعينا لها مجموعة كبيرة من السفراء الأجانب والعرب، وكانت أيضاً طبعاً بتنظيم رائع من معالي الدكتور فارس بريزات والفريق المحترم في البتراء. زرنا بعض الفنادق، المستثمرين الذين يستثمرون في البتراء اليوم بالألف وأربعمية غرفة هم أردنيين، وربما مفاجأة سارة أهل المنطقة، أبناء المنطقة، أبناء وادي موسى، كلهم مستثمرين من وادي موسى محليين. فبالتالي اليوم إذا بنتحدث عن أم جمال يجب أن نعرف الأردنيين بأم جمال وأهمية أم جمال. أنا يعني عندي قناعة، لأنه بسأل كثير ناس بقعد أنا وياهم، تعرفوا أم الرصاص؟ ما زاروا أم الرصاص. عمرك زرتوا أم جمال؟ بعرفوش أم جمال. عمرك زرتوا قصر عمرة؟ هذا قصر عمرة من أهم المواقع الأثرية في الأردن، ومدرج على التراث العالمي سنة 85. لا ما زاروا. لا، بدنا نزور المواقع، بدنا نطلع على المواقع، ونحن الأردنيين أولى بالاستثمار في بلدنا من الأجانب. عندما نكون مؤمنين بالاستثمار في هذا البلد، طبعا الأجنبي بده يجي ويقول لك هذول أهل البلد مؤمنين في بلدهم، مؤمنين في الاستثمار المحلي والوطني وتوطين الاستثمار الأردني في هذه المواقع، وستتم دعوة المستثمرين الأجانب. أهمية إدراج أم الجمال والأثار الإيجابية، ولماذا أدرجت أم الجمال والقيمة الاستثنائية العالمية؟ قيمة أم الجمال الاستثنائية العالمية، في زي أم الجمال مدن كثيرة في العالم ومواقع كثيرة في العالم وواحات سوداء كثيرة في العالم، لكن لا يوجد مدينة مثل أم الجمال فيما يتعلق بالحفاظ على المباني الموجودة في أم الجمال رغم الزلازل التي مرت على أم الجمال. في زلزال سنة 1837 دمر جزء من المدينة ودمر الجوار، زلزال عام 1927 أيضا دمر جزء كبير، لكن لمتانة البناء حافظت أم الجمال على كثير من المعالم الرئيسية داخل أسوارها، برك المياه، هندسة المياه، الحامية الرومانية، المسجد اللي موجود في أم الجمال لا زال قائما، بعض الفلل يعني المباني خلينا أقول الموجودة في أم الجمال، لا عفوا لا زال الطابق الثاني اللي كان مكانات للمنامة لأهل المنطقة لا زال موجودا.
فبالتالي هذا ما أعطى أم جمال هذه الصفة الاستثنائية ورفعها للعالمية بأنها تراث عالمي يجب المحافظة عليه ويجب نقله إلى الأجيال القادمة، ليس فقط داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية وليس فقط من ناحية وطنية ولكن من ناحية عالمية. سؤال الآثار الإيجابية، طبعا هنالك آثار إيجابية. مثال بسيط، السلط تم إدراجها على التراث العالمي عام 2021، أنا بحكي عن وسط مدينة السلط، تضاعف عدد الزوار 4 أضعاف 5 أضعاف بعد إدراجها على التراث العالمي، رفعتها لمستوى العالمية. اليوم عفوا سيدي بتأثر على تنمية المجتمع المحلي، وهذا جواب على سؤال أختي الثاني. اليوم احنا نتحدث عن سياح، أنا شخصيا عشت في أوروبا تقريبا 15 سنة بحياتي، ما حكيت مع وكيل سياحة وسفر عندما ترقلت أنا وولادي عندما كانوا أطفال وبسيطر عليهم أكثر من الآن. اليوم برتب برنامجي بناء على برنامجهم مش العكس، فأكيد أكيد وكلنا هيك. فهذا اللي كان يدلني على المواقع، تطلع على المواقع وين في مواقع مهمة، أين هي المواقع المدرجة على لوح التراث العالمي، ما هي أهم ربما أماكن الجذب السياحي، المطاعم إلى آخره، هذا كان يساعدنا. فبالتالي زي ما أنا بستعمل هذا الجهاز بستعمله كل السياح، بقول لك وين مناطق الجذب السياحي الرئيسية، ما هي المناطق المدرجة على لوح التراث العالمي، وسيكون أداة ترويجية لزيارة أم الجمال. فيما يتعلق بالأزمات، طبعا أثرت الأزمة، أثرت مثل ما حكيت على البتراء، وفي انعكاس بالأرقام على انخفاض عدد زوار البتراء، اليوم عم نحكي عن 70% انخفاض، وهو ما ينعكس بنفس النسبة 70% على مبيعات التذكرة الموحدة. تذكر موحدة عادة بيشتريها السياح الأجانب الغرب. بلغة الأرقام اليوم عندي أنا سياح عرب بشكله 49% من سياحة الأردن، وهذول عوضوا النقص اللي صار في سياح الغرب، أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وعندي 4.1% من عرب 48، هذول عوضوني في بالعقبة. أنا كنت اليوم باجتماع مع معالي نايف الفايز رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتحدثنا عن الأرقام ونسب الإشغال بفنادق العقبة، وضعه جيد الحمد لله رب العالمين. وعندي 1% من إفريقيا، وهلا بنحكي عن إفريقيا إذا بتسمح لي معالي الدكتور. وعندي 3% من أمريكا، وعندي 11% من أوروبا. يعني أوروبا وأمريكا 11+3% 14%، أنا خسرت 70% من 14%. عشان هيك صار في عندي مشكلة في منطقة سياحية مهمة مثل البتراء. النقطة الثانية، السياح، بيعتقد البعض أنه السائح إذا ما إجا عن طريق مكاتب السياحة والسفر وما حجز عن طريق مكاتب السياحة والسفر فهو ليس سائحا، وهذا كلام غير دقيق مطلقا. إحنا بنتحدث عن تعريف السائح حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة للسياحة. نحن نؤمن بمنظمات الأمم المتحدة وبالمنظمات الدولية. الاعتراف اليوم بموقع أم الجمال كموقع تراث عالمي صدر عن منظمة أممية متخصصة اسمها منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة، اليونسكو. فبالتالي كل اجتماعنا اليوم مشان نقول لليونسكو إن احنا بنعترف فيكي، وشكرا إليك انه انت اليوم اعترفتي بام جمال موقع سابع على لوائح التراث العالمي. عندما ياتي الامر الى شيء ايجابي بنقول والله الامم المتحده احنا بنعترف بمنظماتها وبقراراتها وب ما تمثل، وعندما ياتي الامر الى انه والله عدد السياح، انا بعتبر السياح اللي اجوا العرب هذول مش سياح. كيف مش سياح؟ انا هذاك اليوم بشتري بعض الاغراض، بديش اذكر المحل، اشتريت بعض الاغراض، الشاب كثير صحبة أنا وياه اللي هو ببيع بالمحل، لقيت 3 سياح عرب دولة عربية، حكيت أنا وياهم وأنا طالع، قلت له وصلني للسيارة إن سمحت، وصلني للسيارة، قلت له والله بدي أسألك مش تدخل والله يرزقك يا رب وعيني أنا ترى مش ضيقة. قال لي تفضل معاليك. قلت له هذول الأخوان قديش فاتورتهم؟ قال لي 3000 دينار. هذول اشتروا ب$5000، فبالتالي هذول بحركوا عجلة الاقتصاد.
الأردنيين اللي بيجوا من الخارج بحركوا عجلة الاقتصاد. أنا كنت سفير في الخارج والله يا أخواني وأخواتي، لما كنت أجي على عمان كنت أصرف 3 أضعاف و4 أضعاف اللي كنت بصرفه وأنا بالعاصمة اللي بمثل بلدي فيها بكل فخر. الأردنيين بصرفوا إحنا كلنا بنصرف، فبالتالي هنالك تأثير، لكن وتأثير للأزمة، لكن التأثير كان على السياح من الغرب. بدأنا أن نفكر خارج الصندوق مثل ما بقول، اتجهنا إلى أفريقيا. أنا زرت أفريقيا، زرت كينيا ورواندا وزرت إثيوبيا، عملنا إحصائية عن إحنا مين الجهات التي نستهدفها في هذه الدول. عملنا إحصائيات لعدد المسيحيين في هذه الدول، كانت نسبة المسيحيين من 60% إلى 95% في الدول الثلاث. تحدثنا عن الحج المسيحي، مهتمين جدا جدا في الحج المسيحي. اليوم عندي أنا خط مباشر ما بين أديس أبابا إثيوبيا وعمان بدون خطوط مباشرة، وضع السياحي بيكون صعب، فبالتالي احنا بندعم طيران منخفض التكاليف والشارتر فلايتس اللي هي الطيران العارض لفتح خطوط مباشرة ما بين عواصم العالم وما بين عمان والعقبة. الملكية الأردنية سيصار إلى توقيع اتفاقية مع الملكية الأردنية لدعم الملكية الأردنية بمبلغ معين لدعم خط عمان العقبة ولدعم بعض الخطوط في بعض العواصم اللي بتهمني أنا كسياحة. بعض هذه العواصم هي موسكو، اتفقنا مع الملكية الأردنية ليصار إلى تسيير خط مباشر ما بين عمان وموسكو أو استئناف رحلات مباشرة ما بين عمان وموسكو. إذا نقلنا لكم مشاهدين جانبا من لقاء وزارة الاتصال الحكومي والإجاز الصحفي الذي عقد اليوم عن إدراج موقع أم الجمال على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي بأن موقع أم الجمال هو الموقع الأردني السابع الذي يتم إدراجه على لائحة التراث العالمي، وهذا بشكل أو بآخر ينعكس على طبعا يعني انعكاس على العالمية على هذا الموقع. وأشار أيضا بأنه 5 من المواقع الأردنية التي أدرجت على اللائحة كانت خلال عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، وأيضا أضاف بأن هناك نقوش في أم الجمال ليس لها مثيل في التاريخ والعالم، وهذا مما ساهم بدخولها موسوعة التراث العالمي. أيضا أكد بأن الحكومة ستعمل على تأهيل وتطوير الموقع والترويج له سياحيا وتزويده بأدلة سياحيين لإرشاد السياح. أما عن برنامج أردننا جنة، أضاف مكرم القيسي بأن عدد المشاركين ارتفع من 35 ألف شخص إلى 193 ألف. أما عن منطقة البتراء، قال القيسي أيضا بأنها شهدت انخفاض في عدد الزوار بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كان هذا أبرز ما جاء في هذا اللقاء.